ليه؟ الاول اقول لكم باب النصر ده مكتوب عنه شويه معلومات احب احكي لكم. شوف يا سيدي اللي عمله جوهر الصقلي، بس ما كانش هنا، كان جوه. ليه بقى؟ لان الجامع الكبير بتاع الحاكم بامر الله ورا هنا، ده اتبنى متاخر، فراح بقى عمك بدر الجمالي راح ناقل الاسوار، وسع القاهره بعد ما بنى الحاكم بالله امره ده، بنى جامع كبير جدا، اكبر من اكبر الجوامع، بناه بره القاهره. فراح بدر الجمالي راح ناقل السور ده، نقله وحطه هنا، ادي اول حاجه. يبقى اشتغل فيه من زمان اسمه ايه، جوهر الصقلابي او الصقلي، وبعدين بدر الجمالي، وبعدين هيشتغل فيه صلاح الدين الايوبي، واستخدموا فيه. دي كان حاجه بيعملوها بقى. ويا اخي تسال نفسك مش سؤال، 43,000 سؤال. حكام كتير جوه مصر فعايزين يبنوا، ما فيش بقى مصانع حديد فلان ولا مصانع اسمنت فلان، مفيش كلام من ده، حجاره. طب الحجاره فين؟ ما هي مليانه في الاثار، بقى ياخدوا من الاثار، ياخدوا ويبنوا. يعني السور دوت واسوار كتيره في القاهره وغيرها 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 خدوا من الاثار الفرعونيه. تصدق ان احنا عندنا اثار مش قادرين نعدها؟ امال هي كان شكلها ايه يا ترى لو ما كانش حد خد منها؟ ففي السور ده في حجاره كتير من الاثار الفرعونيه. وبيقول لك يا سيدي من البوابه دي دخل بيبرس منتصرا، انتصار عملاق، لكنه في السكه قتل صاحبه قطز. اي نعم، هذا ما حدث في التاريخ. ويقال انه بيبرس لما جه بعد ما انتصر على التتار المغول دخل من هنا. بيقول لك لا، دي كمان اول مره يدخل فيها القاهره، كانت المره دي من هنا اول مره. عمك بيبرس قتل قطز، شفتوها في المسلسل وشفتوها في التاريخ. بس عايز اقول لك حاجه بيني وبينك ما تقولهاش لحد. لما حد يقول لك التاريخ الاسلامي كلهم قطعوا بعض حتت، قول له من فضلك تقول لي اوروبا كان اخبارها ايه؟ كانوا بيعملوا في بعض ايه؟ كان فيها ايه؟ هتلاقيهم مقطعين بعض اكتر مننا 180,000 مره، حتت حتت. يعني احنا كان عندنا رحمه كبيره جدا بالنسبه لتاريخ اوروبا اللي موجود قدامنا واللي هم بيسجلوه في افلامهم وفي كتبهم لغايه الحرب العالميه الثانيه. الاولى مات فيها 20 مليون، كانوا بيتحاربوا على ايه دول؟ طب والثانيه مات فيها 50 مليون، بيتحاربوا على ايه دول؟ ما عندناش احنا في معاركنا خمسينات مليون ابدا. لكن عندنا للاسف الشده المستنصريه التي اطاحت بتلت سكان مصر.